مبادرة حوت بثمن معقول في رمضان. أطلق عدد من مجهزي الصيد بأعالي البحار النسخة الخامسة من مبادرة حوت بثمن معقول عبر اعتماد نقاط بيع تستجيب لمعايير الصحة والجودة العالية في 22 مدينة مغربية، إضافة إلى بعض الأسواق الممتازة التي انخرطت في هذه المبادرة، وذلك بمناسبة شهر رمضان واستحضارا للطلب الكبير والمتزايد على منتجات البحر من لدن المستهلك المغربي خلال هذا الشهر، وبتنسيق مع قطاع الصيد البحري. ووفقا للواقفين وراء هذه المبادرة التي انطلقت دورتها الأولى في 2019، فإنها تروم تقريب السمك المجمد على ظهر بواخر الصيد بأعالي البحار من المستهلك المغربي وبثمن مناسب، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد إقبالا كبيرا ومتزايدا على استهلاك منتجات البحر من كل فئات المجتمع.